تجزئة مضحكة، كانت مضحكة يعني، مو بس جزؤونا لا، ابتدعوا أقطار جديدة ما كانت موجودة. مثل الأردن ما كان موجود، لكن يبون يراضون الشريف حسين لأن شالوه من الحجاز وحطوا فيصل في دمشق، فالفرنسيين طردوا فيصل من دمشق فيبون يراضونه، فقصوا لهم قطعة الحين اسمها الأردن وحطوا ولده على الأردن.